وإلى الملاعب العالمية، والريال في مغامرة جديدة أمام راسغراد البلغاري بدوري الأبطال. يخوض فريق ريال مدريد الإسباني تحدي أوروبي جديد بمواجهة راسغراد في بلغاريا مساء اليوم ضمن مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا. يسعى الفريق الملكي بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواصلة الانتصارات بعدما استهل مشواره بالبطولة الأوروبية التي حمل لقبها بفوز عريض على بازل السويسري بنتيجة 5-1 في سانتياغو برنابيو، بالإضافة إلى الانتصارات التي حققها في الليغا في آخر 3 مباريات بفضل تألق مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز 10 أهداف في 6 مباريات حتى الآن، وذلك بعد بداية سيئة للفريق مني خلالها بهزيمتين متتاليتين. وأنني وحمودي في اختبار صعب أمام ليفربول. يحتضن ملعب سان جايكوب بارك في 9:45 مساء اليوم المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريقي بازل السويسري المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمد أنني وأحمد حمودي ونظيره ليفربول الإنجليزي ضمن مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويتطلع بازل السويسري الذي يضم ثنائي المنتخب الوطني للتعافي من الهزيمة القاسية التي مني بها أمام ريال مدريد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى عندما يلاقي جيرارد ورفاقه الليلة. وتشيلسي يفوز على لشبونة بمشاركة شرفية لصلاح. حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا غاليا على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في البرتغال ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا. جاء هدف الفريق اللندني الوحيد عن طريق نيمانيا ماتيتش في الدقيقة 34 من زمن المباراة، ودفع البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني لتشيلسي بمحمد صلاح صانع ألعاب المنتخب الوطني في الدقيقة 85 بدل من هازارد، وهي المشاركة الأولى للفرعون المصري مع الفريق اللندني في المسابقة الأوروبية هذا الموسم. ومورينيو يصرح الاتحاد الأوروبي يخترع قوانين عمولة لمعاقبتي. انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي مستوى التحكيم الذي تشهده مبارياته في البطولات الأوروبية الذي اعتبره مناقضا لنظيره الإنجليزي وأبدى أسفه لتعرضه للضرر في مرات عديدة. وأكد مدرب تشيلسي في تصريحات لصحيفة ريكورد البرتغالية في البطولات الأوروبية أنا مرتاب حيث أعرف أن التحكيم لن يكون في مصلحتي أبدا وفي حالة الشك في لعبة ما سيكون القرار ضدي. واتهم مورينيو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا باختراع أسباب لمعاقبته مستشهدا بقرار معاقبة مدربي الفرق التي تتأخر في النزول إلى أرض الملعب عقب الاستراحة. ورسميا تشافي أكثر لاعب مشاركة في دوري أبطال أوروبا. حقق تشافي هرنانديز لاعب برشلونة الإسباني رقما قياسيا بخوضه المباراة رقم 143 في دوري أبطال أوروبا ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في البطولة عبر التاريخ. وشارك تشافي في مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بديلا في الدقيقة 69 ليحطم بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الإسبانية راؤول غونزاليس صاحب 142 مباراة. وميسي يسجل الهدف رقم 500 لبرشلونة في دوري الأبطال.
سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الهدف رقم 500 للفريق الكتالوني في دوري الأبطال الأوروبي في المباراة التي خسر فيها أمام باريس سان جيرمان 3-2 في ثاني جولات منافسات المجموعة السادسة بالبطولة. وتعادل ميسي للبارسا في الدقيقة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وكان متأخرا بهدف ليسجل الهدف رقم 500 للفريق الكتالوني في دوري الأبطال. ومانشستر سيتي يغري راموس براتب سنوي 10 مليون يورو. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن طلق المدافع الإسباني سيرخيو راموس نجم دفاع ريال مدريد عرضا من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي براتب سنوي يصل ل 10 مليون يورو. كان راموس قد انضم لصفوف الفريق الملكي قادما من فريق إشبيليا مقابل 27 مليون يورو، حيث يتبقى في عقده مع الفريق 3 سنوات. ويذكر أن مانشستر سيتي يبحث عن تدعيم خط دفاع فريقه، خاصة بعدما تلقى العديد من الأهداف السهلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي. ودلوقتي ما عدنا مع أهم نتائج أمس. في الدوري المصري تعادل الأسيوطي سبورت مع الجونة 1-1، وأيضا خسر الاتحاد السكندري أمام أنفي 4-1، وفاز المقاولون العرب على المصري 1-0، وفاز طلائع الجيش على سموحة 3-2. وإلى دوري أبطال أوروبا، خسر ساسكو موسكو أمام بايرن ميونخ 1-0، وتعادل مانشستر سيتي 1-1 مع روما، وتعادل أيضا شالكا مع ماريبور 1-1، وفاز باريس سان جيرمان على برشلونة 3-2، وفاز باتي بوريسوف على أتلتيك بلباو 2-1، وتعادل أبويل مع آيكس 1-1، وتعادل أيضا شختار دونتسك مع بورتو 2-2، وخسر سبورتينغ لشبونة أمام تشيلسي 1-0. ومباريات اليوم: الأرسنال مع جالاتا سراي، وأتلتيكو مدريد مع يوفنتوس، وباير ليفركوزن مع بنفيكا، وبازل مع ليفربول في 9:45. ومالمو مع أولمبياكوس، وأندرلخت مع بروسيا دورتموند